انت دلوقتي في مرحلة تشافي، بتشفي نفسك، بتشفي جرحك الداخلي. الوقت ده وقت يعني مقدس للتشافي، وقت ربنا حطك فيه دلوقتي علشان تآمن وتثق بنفسك وتتشافى، تتواصل مع ذاتك انت، مع نفسك انت. ده وقت الانفصال عن اشخاص سامة. واضح انه البعض منكم مشي بالفعل، بعد بالفعل مشي لانه تعلم درس صعب، بعد واختفى علشان حس انه كان في حلم، انه مش قادر يتحمل الانفصال ده، مش قادر يتحمل البعد ده، مش قادر يتحمل الاشخاص دي في حياته. فانتوا هنا في طاقة عدم تحمل، وبرضو في طاقة تجديد لشيء معين. يعني انتوا بتجددوا شيء او بتتشافوا من شيء حبيبي في الوقت ده، بتخرج اشخاص سامة من حياتك، وابتديت تؤمن ان لسه في امل. انتوا في هنا حد فيكم بيقول الامل هو مفتاح حياتي وانا هتمسك بالامل. انت هنا عايز تحل حاجة ما مع شخص ما، في امر معلق عندك، عندك امل فيه انه يتحل مع انسان او مع اشخاص او في العمل او مع زوج او مع اقارب. حاجة لم تنتهي ولن تنتهي، انت بتقول كده، بتقول انا حاسس ان في امل.